اهلا بيكم في قناة الزراعة في مصر واسعار الخضار. هنعرض ليكم اسعار الطماطم وبعض انواع الخضار. تمام، سعر الطماطم يا جماعة النهاردة وزن العداية 20 كيلو. الناس اللي بتسأل على وزن العداية، وزن العداية 20 كيلو، طيب يتراوح سعرها ما بين 80 جنيه الى ان تصل الى 200 جنيه. طب ده في فرق كبير، مثلا من 80 الى 200 جنيه. ما هو قلنا قبل كده يا جماعة كل زرع وليه سعر، يعني من 80 جنيه طبعا هتلاقيها رديئة شوية مش كويسة. تمام، المتوسطة ما بين 130 و150 جنيه، يعني نقدر نقول ان هي في المعقول. اعلى حاجة اللي هي الروجينة وبعض انواع الطماطم الاخرى هتلاقيها ب200 جنيه. زي ما قلنا يا جماعة الطماطم مش يعني الزرع عامة، كله كل زرع وليه سعر. البتنجان يا جماعة، في بتنجان زرع الاسماعيلية اللي بيجي في كراتين، ده بيبقى يعتبر ان هو انضف واعلى حاجة في البتنجان. ده سعره كام؟ سعر الكيلو في الجملة ب3 جنيه. في بتنجان يا جماعة شكاير زرع المنيا وبعض المناطق كده، ده بيتراوح ما بين 1.5 جنيه الى 2.5 جنيه، مش كل الزرع زي بعض. سعر الخيار يا جماعة، الخيار من 1.5 جنيه الى 2 جنيه، ده في الجملة. بيتباع بره طبعا في القطاعي ب3 بـ10، وفي والله بعض الناس بتبيع الكيلو ب5 وبـ6 جنيه، يعني ربنا يرحمنا. والبتنجال بره طبعا بيتباع الكيلو، فيها تلاقي ب5 وفيها تلاقي ب6. يا ريت يا جماعة تكتبوا لنا في التعليقات اي حد اشترى خضار النهاردة يكتب لنا السعر اللي اشترى بيه في سوق التجزئة. تمام، سعر التوم يا جماعة، التوم الأحمر طبعا سعره مرتفع شوية عن التوم الأبيض، فيتراوح سعر التوم من 5.5 إلى 6.5، وممكن يصل أعلى حاجة 7 جنيه، طبعا سعره مرتفع اليومين دول شوية. البصل يا جماعة، البصل سعره من، يا ريت تركزوا معايا في سعر البصل عشان في ناس بتسأل عن أسعار البصل، تراوح سعره من 1.5 جنيه إلى 2 جنيه وإلى 2.5، مش كل الزرع زي بعضيه زي ما قلنا. ويا جماعة قلنا قبل كده إن سبب انخفاض أسعار البصل إن البصل القديم في منه في السوق، تمام، وزرع وحالته تعبت، فالتجار عايزة تخلص منه فبيبيعوه بسعر رخيص جدا، بحيث إن هو لو قعد أكتر من كده هيترمي، وده اللي مخلي سعر البصل الجديد منخفض. وحاجة تاني برضو، التصدير مش شغال قوي في البصل، وده برضو سبب انخفاض سعر البصل. وسبب انخفاض سعر التوم برضو يا جماعة الأيام السابقة إن المزروع يا جماعة من التوم أضعاف 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 السنة الماضية، فسعره انخفض. تمام كده، تمام. متنسوش يا جماعة تعملوا لايك للفيديو علشان غيرك يستفيد، قلنا قبل كده إن اللايك بيرفع الفيديو. ولو فاهم متابع جديد ما ينساش يشترك في القناة بالضغط على كلمة اشتراك باللون الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. يا جماعة الناس، في ناس بتسأل على سعر الفول الصويا. سعر الفول الصويا السنة دي يا جماعة التقاوي اتباع يا جماعة الخير ب15 جنيه. سعر الفول الصويا ب15 جنيه اللي هو التقاوي، وان شاء الله هنعمل فيديو عن زراعة فول الصويا وافضل طرق لزراعة فول الصويا، فانتظرونا ان شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.